انا عامله رسمه وشم على ظهري، ازاي ممكن تتشال؟ وهل لو انا فعلا شلتها ممكن تكون سايبه اثر او شكل مش مستحب؟ ممكن تتشال بالليزر، بس ممكن ما تبقاش ازاله كامله عشان نبقى واقعيين. حسب العمق بتاعها، وحسب لون الحبر اللي استخدم فيها، وحسب المده اللي هي فيها الوشم. عشان كده احنا بنقول هنا بنصلح مفهوم مهم جدا، ان الطب يختلف تماما عن محلات الاكل. بمعنى ايه؟ انا ما اقدرش ارد على سؤال سواء بيجي لي على الواتساب او الماسنجر او الصفحه الطبيه او حاجه، عندكم جهاز فلاني الفلاني؟ عندكم ولا لا؟ او بتشيلوا البتاعه دي بكام؟ دي بقول لها انت ده اساسا بيوجه لمحلات الطعام اكتر، يعني عندكم مشوي ولا مقلي، سبايسي ولا مش سبايسي. لكن دي انت لازم بتروحي للدكتور. ممكن تيجي للدكتور يقول لها انت الليزر ما ينفعكيش اصلا، ممكن تتزال بطريقه تانية خالص، ممكن يكون الوشم ده مصحوب بالتهاب تاني، حاجه تانية خالص، فلازم نعالجه الاول. ممكن تاخد اكتر من جلسه كمان. الطب ما فيش طب بالممارسه. حتى في اشد حالات الكورونا ايام ما كان الكوفيد منتشر، فشلت تماما فكره الطب عن فشلت تماما، لا بديل عن مواجهه الدكتور للمريض. بتقدري تعرفي حتى منه الناحيه النفسيه بتاعته. يعني انا بيجي لي ناس مثلا، ناس ايه، ودي نقطه مهمه، لان احنا يجب ان نحترم تاثر المريض بالمرض. بمعنى ايه؟ ممكن تيجي لي واحد عندها حبه صغيره في وشها. انا بالنسبه لي كطبيب الموضوع ده بسيط، بتاع يختلف تماما انها جايه لي مثلا عندها قرحه فيها سرطان في وشها، خلاص. فانا كدكتور عارف ان احتمالاتها يا حب شباب او سرطان، انبسط جدا انها حب شباب، وحاجه بسيطه بين قوسين يعني حاجه هايفه. لكن لازم احترم المريضه. ممكن تكون جايه تقول لي انا ما رحتش الشغل بقالي اسبوع ومتدمره نفسيا وعاوز افسخ الخطوبه. يعني اذا مواجهه المريض ككل، احنا بنعالج مريض مش بنعالج مش محل اكل. بتقولي لي انتوا عندكم جهاز الليزر الفلاني اللي بتقولي عندكم على طول كده، حتى السكرتاريه عندي اللي تسال وهي قاعده في بيتها كده، عندكم جهاز كذا؟ لا ما عندناش على طول، حتى لو عندنا، لان احنا مش سوبر ماركت، احنا دكتور. فده بمناسبه السؤال ده، ان هو انتوا بتشيلوا الوشم ولا لا؟ لا ما ينفعش نرد كده، لازم نشوف الحاله نفسها، نشوف عندها سكر ولا مثلا، عندها انيميا ولا لا. السكر مثلا اتجنب حاجات كتير قوي اعملها للمريضه لو عندها سكر، عندها التهاب كبدي ولا لا. في حاجات كتيرة قوي لا غنى عن مقابله المريض شخصيا واجراء الفحوصات والتحاليل اللازمه. هل حساسيه البشره من عدمه ده ممكن يفرق برضو يا دكتور؟ طبعا 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 بيتفرق جدا. لون البشره بيفرق جدا. البشره الغامقه يعني نتحسس صوابعنا واحنا بنعمل ليزر، الغامقه طبعا خطيره جدا في الليزر، فرصه حدوث التصبغ او الحرق بتاع الجلد اعلى بكتير جدا في البشره الغامقه عن البشره الفاتحه. فازاي كل العوامل دي تيجي بمكالمه تليفون انتوا عندكم الجهاز الفلاني ولا لا؟ او بتعملوا الجلسه بناخد عليها كومبو، بناخد عليها جلسه مجانا ولا لا؟ لا احنا مش سوبر ماركت. الاوفر اللي عندكم النهارده؟ لا ما عندنا، انا ما بديش اوفر، انا دكتور. الاوفر دي في السوبر ماركت بالظبط.